بخير عليكم. اليوم جبت لكم واحد الكاطو بالسميد، وشوفوا هنايا فيه دي زانغريديون كامل، بصح صدقوني غير بنين 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 بنين. هذا في رمضان يغومبلاسي قلب اللوز، يغومبلاسي البسبوسه هذيك، يغومبلاسي كامل هاد لي تروك. الشغل عنده لوغو تاع قلب اللوز كيما قلت لكم، عنده لوغو سي تا كيما يقولوا ميلونج دو غو. واش فيه؟ راك تشوفوا هادو لي زانغريديون هنا كامل محمصين، كيما هنايا عندنا نوات كوكو محمصة، عندنا هنا حليب غبرة محمص، عندنا السميد تاع الطمينة محمص، عندنا فارينة محمصة. شوفوا فريمون فريمون ديروه وما تندموش. نعطيكم لي زانغريديون. بون، الحاجة الأولى مقبل كامل ما نبدا نهضر لكم على الشربات لو سيرو. هاي ليك هنايا عندنا الشربات، فوالا درت ريتلامة ورطل سكر وحبيبه قارص لداخل صغيره، سينو جليفه تكفي. درتها تغلى، الي بوليسيون معناتها كي بدات تغلى حسبت لها 10-12 حتى 15 دقيقه، 15 مينوت وطفيت لها. وهاي ليكم راكم تشوفوا فيها راهي تفور، هي اللي نفوت فيها الاولانيه. ومن بعد واش ندير؟ عندنا لي زانغريديون، نبدا بالنواشف وحدهم يعني لي سك، وعندنا لي ليكيد أبار السكر هنا نخليه مع البيض. الحاجه الاولى اللي نديرها نفوت نحط لي زانغريديون تاعي. بون، هنايا نحط لا نوات كوكو. شحال عندنا؟ هاي نوات كوكو حمصتها كيما قلت لكم، حمصوها في مقيله هكذا، ديو جيبو ديو جيبو حتى تحمم، ديروهاش في الفوق تخدعكم. هاي ليكم عندنا هنايا 100 غرام نوات كوكو محمصه. بسم الله بدينا عليك، عندنا 100 غرام، عندنا كيف كيف هنايا 150 غرام حليب غبره. انا شريت لويا هذيك، ولا نتوما شوفوا الحليب اللي مال فين نديرو. هاوليك حمصتها بالك وبرك تغفلوا عليها باسكو بالخفيشات ولا الشيط، راك تعرفوا الحليب ريحتو سي باسا. دونك هنايا كيف كيف في مقله ندي ونجيب ندي ونجيب حتى ولات لي مبالكولور هكذا. على هذا نصيرو باسكو فيه شويه هذوك لي لصقوا شويه ويبركز شويه الحليب. عليكم راني نسير فيه، شوفوا هنا كيفاش بركز، نسي نخرج كامل واش نقدر. ها تشوفوا فيه شويه بركز. عندنا 250 غرام نتاع السميد نتاع الطمينه لي تخدموا به المقروط. بيان سو كل واحد كيفاش يخدم طمينتو، كاين اللي يدير بالخشين. انا موايا هنايا سميد موايا استعملت ماما، فوالا. دونك واش ندير؟ هاوليك نحمصها تاني بالعقل 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 حتى تولي لي بودوغي. هنا نديروها شويه فونسي على تاع الطمينه، فوالا نحطها هنا ماكلا ما نصيرها. عندنا هنا كيف كيف 50 غرام فارينه، 50 غرام فارينه كيف كيف حمصتها. الفارينه لغلا تبركس كثر من الحليب هذا، كيف كيف راح نصيرها. راكم تشوفوا واحد لي زانغريديون حمصوهم، انا حمصتهم نهار مقبل ولا ديك الصبحه، ولا شوفوا نتوما قبل ما تبريبارو لا غوسيف حطوهم بجي ومن بعد نهار تسحقوا ديروهم. شوفوا انا جمعناهم كاملين هنا، هاوني صيرناهم كامل. هاوليك ندير الخميره كيف معاهم، هاوليك دو باكي، عندنا زوج باكيات خميره نصيروها اون سي جامي فيها الاخر، كي تكون جديده هي باينه. فوالا عندنا الخميره قلنا خلطنا هاد لي ميلونج كامل، هاوليك نحطهم بجيه ونبدا نضرب في البيض تاعي. واش ندير؟ نحط هنايا عندنا 300 غرام سكر، 300 غرام سكر ما تقولوش بزاف. علاش؟ واش السكر واش يدير في لاباط؟ يعسل هذيك لاباط، جينا لداخل معسله. نخلط هذا لو ميلونج كامل. هنا ما تستحقوا ني فوي ني باتور، اونفا ني باتور ني بيترين، لي دلي بالخف تخدموها، ما با بزوان
نضربوا شويه هنا حتى يذوب لنا شويه داك السكر. اي سباتول وصل لخدمته. نزيد عليها هذاك الزيت عندنا هنا، شوفوا عبرت بهذاك الكاس تاع 240. عندنا الزيت هنا 170 مليلتر، 170 مليل هاك تشوفوا، واحد نص صبع برك خص. بسم الله نديرو نخلطو لوتو كامل. عندنا تانيت هنا كيف كيف 250 غرام نتاع الماء ولا 250 مليليت كيف كيف. انا شوفوا كي عمرت الكاس تاعي، هذا الكاس يرفد شويه زياده، دار لي 250 نقص 7، هذا انا يرفد لي 300. بسم الله كيف كيف نديرو كامل لي ميلونج. درنا لي ساك وحدهم ولي ليكيد وحدهم، كملنا كامل لي ميزور نتاعنا. واش بقى لنا دوك؟ نخلط هادو لي ساك لداخل لي ليكيد. بسم الله نفرغ ونحرك. شوفوا ساهل ماهل، ماشي كاع واعر، في دقيقه ديروه يعمر لكم سنيوه. شوفوا هنا لاباط ما تجينا عقده، ما تجينا جاريه جاريه نورمال. شوفوا لا كولور ان بو مارون، راهي واحد الريحه هاي تخرج من هذا لو ميلونج، ما نقول لكمش بون اودور. نجيب لو بلا تاعي ونفرغ فيه. بسم الله نفرغ لو ميلونج تاعي. ندير ان فورن نسخنو، نسخن لو فور تاعي 180 ولا 190، واحد ربع ساعة ولا 20 دقيقة هو يسخن. ومن بعد ندخل الكاطو تاعي ونخليه يطيب واحد 20-25 دقيقة على حساب نتوما الكوش تاعكم. هكذا شوفوا نخليه يطيب، ومن بعد واش ندير كي يطيب نعسو تري تري بيان، لازم فريمون يحمر يحمر تري بيان، قد ما حمر قد ما يجي بنين. نشربو نشرب بالنص نتاع الشابات هذيك، ومن بعد نعاود ندخلو دون زان فور طافي، نخليه ابوبخي 10 دقايق حتى نشوف شرب كامل النص تاع الشربات هذيك. نعاود نجبدو نزيد نشربو، ومن بعد نخليه يبات ليل كامل ولا من الصباح للعشيه. وهذه هي فوالا خواتاتي، هاني جبدتو من الفوق، ندير له هكذايا هاوليك. شوفو هاوليك ناشف كي موسكوتشو كيف كيف. بسم الله نشربو بهذاك الشربات. هاني شوفو هاك مازالو سخون، شوفو شحال يشرب. شوف انا هنا درت دو بلاطو، عندي هذا وعندي واحد مدور، طيبت دو بلاطو راح نروح ضيفه نديهم معايا. شحال شرب ها، ندير هكذا نصيبو شغل راهو بدا يشرب. ها دوك يتنفخ يزيد يطلع، ومن بعد نقطعوه تحبوا ديكاغي مقروطات كيما حبيتو. فوالا فوالا خواتاتي، انا كملنا لو غاتو نتاعنا هذاك اللي فيه لي زانغريديون محمصين. سي تان غاتو او لا سيمول غريي، راكو تشوفو انا تو غريي، يعني حمصنا كامل لي زانغريديون. صدقوني سي ان تري تري بون غاتو. هاوليك شوفو انا زوقتو دو ما مانيير، شوفو هاوليك قطعتو هكذايا لي لوزونج مقرطات مقرطات، تقدرو تقطعوه بدي كاغي ولا كيما حبيتو. ما من دا انا شبحتو هنايا بلا نوا د كوكو، نتوما تحبو تبدلو ديرو لوز بالقشره يجي بنين، ديرو بالكاوكاو، يعني صدقوني فريمون كي تحمصوا كلش واحد البنه غيانا دير. فوالا هاوليك شوفوا، وهنايا خليتو لكم باش تشوفوه في سنيوتو. هنايا تخلوه تبيتوه ليله ليلتين توجور هنا كيما قلب اللوسي دو لا ميم مانيير. ها شوفوا انا زوقتو كيما حبيت هكذا، درت له شويه نوات كوكو، وك
كيما حبيتو نتوما هاوليك، وانا راح نسير به مع كاساتي لا الله. وهاني شوفو هاني جبت لكم حبيبه فتحتها لكم كيما شاك فوا بو دوموندي نوريكم. هاوليك كيفاش يجي، شوفو هاوليك ها دوك تشوفو انا قسمتها باش تشوفوها على الداخل. ها شوفو كيفاش يجي معسل، الله الله شوف يجي فريمون معسل، يجي هايل. شوف وجه احمر لداخل يعني بنا ما كاش بلوس. ها وان شاء الله يدخل علينا هذا رمضان بالصحه ولهنا. وهاني وريت لكم بعض الوصفات نتاعي تاع رمضان، وان شاء الله من الجاي نزيد نوري لكم حوايج اخرين. وكما نقولوا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الملتقى.